اللهم صل على النبي. بصوا التقويس يا جدعان، صباح الخير واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده يا جماعه احنا على بوغاز رشيد في نقطه التقاء نهر النيل بالبحر الابيض المتوسط. في ظهري بالظبط، يعني انا كده واقف على النيل وكده يا جماعه الرؤوس الحجريه، البحر هناك اهو في ظهري اهو. تمام. المكان ده طبعا تصريح صيد، جينا اشتغلنا على البوري شويه، صفرنا بالعيش ونزلت له بالعجينه النيه. شغالين دلوقتي كاست على الاروز بالسيليكونات. العده بقى المستخدمه البوري شغال ببوصه 6 متر عليها شعر 30 وتحت 20 وسلاح 8 الامين كود 421. اللهم صل على النبي. بصوا التقويس يا جدعان، بص انا هتهاله يا مستر، هتهاله. ماشي روح له. روح له بس. ايوه حماده، ايوه خلاص بس. اللهم صل على النبي. البص على الضيعه اهي حبيبي حماده. نقفل يا حمو ولا جاي؟ صلاة النبي. هتيجي الناحية التانية عشان الشمس. ايوه كده يا ريس، طلعنا اول بريه النهارده رجالة. الكبايش حلوة اهي، سمك حلو اهو، اربع. استنونا واللي جاي احلى بامر الله. صباحك جميل بامر الله. صباح الفل يا حمادة، احلى صباح. صباحك يا ابو عمر يا غالي. الله ينور يا ياسر حبيبي والله. فتحنا الباب اهو، استنونا اللي جاي احلى ان شاء الله. اهلا وسهلا. بعد العصاري كده يا جماعه بنكاست بقى على الاروز بالسيليكونات اللي هي الجرينجو والطعميه الممسوكه اللي هي الريجل، بس هي غاليه شويه، اللي هي اللي لونها فسفوري. هوريكم برضو السيليكونية دي، احنا خدنا بيها السنة اللي فاتت. يا رب يا مستر على المباشر كده واحدة يا رب. ورينا باشا السيليكونية كده بعد اذنك يا باشا.
السلكونية دي يا جماعة صغيرة شوية على شكل سمكة كده لونها اصفر اهي، وفيها فك ثلاثي ودي برضو ايه، بس دي اللي هي العادية دي الرخيصة دي. طبعا الريد جيل افضل بكتير من دي. بسم الله ما شاء الله يا مستر، الله يرزقك يا مستر. ايوه يا مستر، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله يرزقك يا مستر. ماشي يا باشا، الله يرزقك. ما شاء الله ما شاء الله. هاي ابو عمر على التقويس ابو عمر، ما شاء الله. تنزل خطوه كمان يا محمد، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر يا ريس، الله يرزقك. احلى صباح. لا تستسلم. ما شاء الله، الله يرزقك. لا استعرف. سكة حلو بس يا ابو عمر. بقف فيها صح. خليكم مع السيد محمد ان شاء الله، واللي جاي احنا ان شاء الله. ان شاء الله. ونزل عبد المحمد.